طبيعي جدا، وبنشوف احنا في الحياة اليومية ان في بعض النساء بتناطح الرجال، بتعاند وتتحدى الرجل، وبيوصل معها الامر ممكن ان هي تكون تقف ند الند ليه. النوع ده ممكن بيعجب بعض الرجال، وممكن بعض الرجال ما بتحبش النوع ده من النساء على اختلاف اذواقهم وطباعهم. عامة احنا معانا ال 12 انثى، ترتيبا من ال 12 لحد المركز الاول. توقعوا من خلال كده ذكائكم ومعرفتكم، وانا بقرا كل تعليقاتكم، كل واحدة تتوقع برجها هيجي في المركز الكام، وحد اذكى شوية كالعادة يقول لنا يتوقع مين هيكون في المركز الاول. وتعالوا بينا نبتدي. اهلا باجمل الناس في الدنيا، برحب بيكم. يا ريت الجديد سريعا يعرفنا بنفسه عشان نرحب بيه، واللي ما اشتركش في قناتنا على اليوتيوب وصفحتنا على الفيسبوك رجاء اشتركوا في صفحتنا على الفيسبوك، مثبت لكم الرابط في اول تعليق ووصف الفيديو. عايزين نرجع صفحتنا يا جماعه على الفيسبوك، فين الناس الكتير اللي عندي على اليوتيوب ليه ما بيشتركوش على الفيسبوك؟ اشتركوا رجاء ودوسوا لايك رجاء عشان نقدر نوصل حلقتنا لاكبر قدر من اصدقائنا. وتعالوا نبتدي بالانثى اللي بتحتل المركز ال 12، حد توقعها؟ هي الرقيقة جدا، أنثى برج الحوت المائي، ومقارنة بنساء الأبراج كلها هتيجي معانا في المركز ال 12، مش بتاعت مناطحة إطلاقا للرجل مهما كان، بالعكس ده هي أكتر أنثى عندها حنية واحتواء للرجل، مش بس للرجل، هي حنينة على كل شيء وفي كل شيء، فما بالكم في الارتباط العاطفي أو في الرباط، الارتباط بشكل عام يعني. أنثى برج الحوت مش هنتكلم فيها كتير، أنا عارف إن مفيش حد أبدا كان هيتوقعها في المراكز المتقدمة في حلقة زي بتاعت النهاردة. أعلى منها في مركز واحد اللي في المركز الـ 11 أنثى برج الدلو الهوائي، المسالمة المحتفظة بكينونتها وبأنوثتها كأنثى، الرقيقة أيضا في الطباع جدا، هي بعيدة عن مناطحة الرجل، وإن كان في بعض، أنا بقول في بعض نحط تحتها مليون خط، في بعض المواقف ممكن تتحدى أو تعند شوية لرأيها، ولكن بالطبيعة أو بالعام بتاعها أو بالشمول بتاعها هي أنثى بعيدة عن مناطحة الرجل بشكل عام. أعلى منها البسكوتة، وأنا لما أقول البسكوتة أكيد عارفين أنا بتكلم عن مين، أنثى برج السرطان اللي بتيجي في المركز العاشر، رقيقة وعسولة جدا وأنثى قوي وبعيدة عن مناطحة الرجال، هي صحيح عنادية شوية بس برضو في حتة مناطحة الرجال دي مش هتلاقيها في المراكز المتقدمة. أصل المشكلة النساء اللي هتيجي معانا كمان في المراكز الأولى، نساء شايفة إن هي تقدر تبقى ست وراجل في نفس الوقت، يعني هي مقتنعة بداخلها بكده، بل في منهم بيقول لو أنا كنت اتخلقت رجل وندمانة إن هي اتخلقت أنثى كنت زماني بتمتع أكتر وقدت العالم. هم عندهم اعتقاد كده، دي فلسفتهم، صح غلط بقى ده مش موضوع حلقتنا، احنا بنتكلم عن فلسفة كل أنثى من الإناث دي. تعالوا نعلى شوية وناخد الأنثى اللي في المركز التاسع، العذراوية. أيضا أنثى برج العذراء اللي بتيجي في المركز التاسع مش بتاعت وجع دماغ ومش بتاعت مشاكل، ويا عم أنت رجل وأنا أنثى وأنا مش فاضية للجدال والنقاش ووجع القلب ده، هي مش من الإناث اللي معانا في القمة في موضوع حلقتنا. أنثى برج العذراء فاهمة وعارفة اللي ليها من اللي عليها، ولكن هي أنثى برضو صعب إن حد يفرض رأيه عليها أو يعاملها بتعنت، رغم إن هي صبورة وبتستحمل وغالبا بتدي فرص كتير قوي وبتطول نفسها يعني مع الرجل، بتصبر أنثى برج العذراء على الرجل عامة يعني. أعلى منها اللي في المركز الثامن أنثى برج الميزان، أنثى برج الميزان عندها القدرة على مناطحة الرجال وعندها القدرة كمان على القيادة، ولكنها ذكية جدا وشايفة إن ده من وجهة نظرها ممكن يفسد علاقتها بالرجل كأنثى يعني، فبتحاول إن هي تعمل كنترول وتتجه أو تتفنن في أنوثتها وتخلي ده الشغل الشاغل ليها أكبر من أي حاجة. أعلى منها في المركز السابع، إحنا كده في منطقة وسطى، وكل ما نعلى ناخد أنثى أقوى في الموضوع ده، هنلاقي الجوزائية المتهمة، أنا بقول المتهمة بالغرور من قبل الكثير من الرجال. في كثير من الرجال يتهم أنثى برج الجوزاء إن هي مغرورة وحاسة بنفسها زيادة عن اللزوم، ولكن الكلام ده تعالى على أرض الواقع هتلاقيها مش بتاعت مناطحة
للرجال، هي ممكن تستحكم لرأيها، ممكن تبقى عايزة حاجة تعملها بس ما عندهاش حتة ان هي يا ده يا مش هنكمل، يا ده يا الحياة مش هتمشي. ما توقفش هي الدنيا على، يعني ما تربس دماغها في قرار او في حاجة وتقول لازم تتعمل، ما تنطحش قوي مع الراجل. في الاخر كده بتحسبها بالعقل وبتقرر ان هي زي العذراوية حبيبتها كده، ملوش لازمة وجع الدماغ. تعالوا بقى نعلى ونخش في جد الجد، ومن المركز السادس تحديدا يعتبر ده موضوع حلقتنا، أشد وأعتى وأقوى النساء في مناطحة الرجال والوقوف لهم الند بالند. تعالوا بينا نتعرف عليهم سريعا برضو كالعادة. لازم أنبه وأحذر، استحملوني بقى عشان المواضيع والمشاكل اللي عمالة بتحصل دي لازم أنبه ليها. يا جماعة إحنا ملناش أي صفحة على الفيسبوك ولا اليوتيوب غير محمد أبو زيد، أي حاجة تانية ملناش علاقة بيها لا من قريب ولا من بعيد. ناس نصابة، حتى ما تنخدعوش ان هم بينزلوا فيديوهات ليا دي، بيسرقوا الفيديوهات عشان يضللوكم. اي صفحة على الفيسبوك او قناة على اليوتيوب بغير اسم محمد ابو زيد نصابة هاكر، يا ريت تعملوا عنها ابلاغ كمان وتلغوا الاشتراك فيها، وانا مثبت لكم روابط قنواتنا وصفحاتنا الحقيقية سواء على اليوتيوب او سواء حتى على صفحتنا على الفيسبوك. الثورية اللي بتيجي في المركز السادس انثى برج الثور، صاحبة دماغ صلبة قوية عنيدة بدرجة كبيرة، حتى لو انت رجل بس هتلاقي في بعض المواقف هتتعنت فيها انثى برج الطور وهتقف لك ند في ند. هي المشكلة في كده، من واحدة من اقوى الاناث اللي ما ينفعش تقول لها اعملي او تفرض عليها حاجة او تقنعها بحاجة هي اصلا مش مقتنعة بها، لانها اصلا نادرة لما بتقتنع بحاجة. فخلي بالك انت كرجل، ده الكلام موجه ليك مش موجه ليها بقدر ما هو موجه للرجال في الحلقة دي، عشان تبقوا عارفين نوعية الإناث اللي انتوا بترتبطوا بيها. وقادرة، قادرة ان هي تكون انثى ورجل في نفس الوقت، ده اعتقادها الداخلي، ملناش دعوة بقى هل ده صح ولا غلط. اه تقدر ان هي تتحدى الرجل، بل قادرة على الفتك بالرجل، انجاز التعبير، ولو هي حطت في دماغها عندها القدرة على كده وهي مصدقة نفسها ان هي تقدر تعمل كده. اعلى منها في المركز الخامس بمركز واحد القوسية انثى برج القوس، هتبان فرفوشة وعسولة ومش حاطة في دماغها، بس مشكلة لو حطت في دماغها. لا هتخش مع القوسية انت في دور تحدي والكلام ده هتقف لك ند بالند، وهي ممكن تبيع بسهولة كمان. يعني في عوامل كتير وصفات كتير في الأنثى، ما ينفعش ان انا يعني كل أنثى اقعد اقول لكم عشان الحلقة تبقى طويلة قوي كده، بس بعمال يعني بديكم لمحات كده، وفي الاخر اللي بيسمع الحلقة الاخيرة بيفهم انا كنت بتكلم عن ايه او برتب بناء على ايه. القوسية لا، عليا وعلى اعدائي، وممكن تقوم حريقة وتولع الدنيا في وشك، ممكن تنفخ نار في وشك، تطلع نار في وشك وتقلب تنين عادي. القوسية فيها الحتة دي خلي بالك مع الرجل، فهي من الناس اللي ممكن جدا وعادي جدا تقف ند النت للرجل. الأربعة القمة، أفتك أربع نساء معانا بالرجال. في المركز الرابع تتربع مستريحة جدا أنثى برج العقرب بكل ثقة وهدوء، طبعا قادرة ان هي تتحدى الرجل من داخلها، ده اعتقاد، قادرة ان هي تقف له ند بالند، قادرة اللي هي تناصب له التحدي او تناصب له العداء انجاز التعبير، ناعمة طول ما انت كويس معاها وطول ما الدنيا على مزاجها. ولكن لو قلبت على الوش التاني، وهي اكتر انثى تقدر ان هي تقلب على وش مخيف عكس الاولاني على فكرة، معلومة يعني كده على الطير واحنا بنتكلم، هتشوف أنثى تانية خالص غير اللي انت تعرفها. حملوية تعبت من الانتظار في المركز الثالث، لازم نعتزلها طبعا لأن هي ما عندها الصبر وممكن تولع فينا كلنا وتقلب الترابيزة علينا دلوقتي. هي في المركز الثالث، اتأخرنا على ما وصلنا ليها. أنثى برج الحمل من أكثر النساء تمردا على الرجال بشكل عام، والقادرة دي بقى دي مش معتقدة في نفسها، دي عندها قدرة فعلا على الفتك بالرجال ان حطت في دماغها، وتقدر ان هي تعيش من غير ما تعتمد على رجل لفترات طويلة جدا، وعندها القدرة على التحدي، ولما بتنشف دماغها بتبقى دماغها يعني حاجة صعبة قوي. وهي كمان من الناس اللي ما يملاش عينها اي حد وحاسة بنفسها بشكل اوفر زيادة عن اللزوم. شوف انا عمال بقول ايه، لسه ممكن اقول قد كده كمان 4 5 مرات،
كل اللي احنا قلناه ده لازم يخلي انثى برج الحمل في مركز متقدم جدا على عرش المركز الثالث، منفردة بدون اي مضايقات من اي انثى اخرى. اعلى منها في المركز الثاني زعيمة العصابة اللي لازم تكون طبعا حاضرة وبقوة معانا في حلقة زي حلقة النهاردة. شراسة انثى برج الاسد وعند انثى برج الاسد وسرعة او احساسها بنفسها او احساسها بالزهو العالي اللي بتمتلكه شخصيتها، حاجات كتير قوي في الانثى دي هتخليها انثى من اكتر الاناث اللي ممكن تناصب يعني او تقف ند بالند للرجال، لاي رجل في الدنيا بلا استثناءات ايا كان برجه. هتخش مع انثى الاسد في اي دور من الادوار اللي هي مش عاجباها او مش على هواها استحمل بقى، هي ما بتخافش. انثى برج الاسد عامة ما بتخافش من الاناث كمان اللي بتقلب الترابيزة على الرجل ولا غير الرجل، واللي يحصل عوامل كتير قوي كانت لازم تصنف انثى برج الاسد في تصنيف عالي جدا اللي هو ان تكون في المركز الثاني معانا في حلقة النهاردة. احنا قلنا طول ما هي رايقة بتلاقيها بلسم، ساعة ما تقلب والله العظيم بتدي بالشبشب عشان نبقى عارفين من الاخر يعني. بينما متصدرة الترتيب المرأة الحديدية، يكفي لما أقول لك المرأة الحديدية إن أنت تعرف هي ليه هتتصدر نساء الأبراج في موضوع حلقة زي حلقة النهاردة. أنثى برج الجدي الترابي أكثر النساء على الإطلاق اللي ممكن تقدر إن هي تناطح الرجل وتقف ند بند للرجل، وتقدر كمان ان هي تعيش اطول فترة من غير ما تحتاج او تعتمد على رجل، وكمان لو هي في بيت تقدر ان هي تقود البيت كرجل وامرأة في نفس الوقت، ومش هتحس على فكرة غالبا وفي اغلب الاحيان ان في حاجة ناقص. مش عايز اطول عليكم اكتر من كده، ما بشبعش منكم والله مهما اتكلمت. اكتبوا لي اراكم، وما تنسوش ان دايما لكل قاعدة استثناءات وده طبيعي بتاع الحياة. دوسوا لايك رجاء لو نسيتوا ان انتوا تدعموا الحلقة دي، واكتبوا لي اراكم بارا كل تعليقاتكم، وبتعرف كمان عليكم من خلالها. ورجاء لاخر مرة نسي يشترك في صفحتنا على الفيسبوك، عايزين نرجعها، انا مثبت رابطة، اشتركوا فيها. يلا هتوحشوا.